ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ الفترة اللي فاتت ناس كتير سألتني عن برامج المونتاج، ايه احسن برنامج مونتاج نقدر نستخدمه، وايه البرنامج المفضل ليك اللي انت بتعمل عليه شغلك، وايه مواصفات الجهاز اللي انت شغال عليه. برامج المونتاج كتير، في منها اللي بيشتغل على الكمبيوتر وفي منها اللي بيشتغل على الموبايل. احنا النهاردة هنتكلم على 6 برامج بيشتغلوا على الكمبيوتر، 3 منهم بروفيشنال وثلاثة أقل منهم شوية. نبدأ بالبرامج البروفيشنال وهم أدوبي بريمير برو، دافنشي ريسولف، فاينل كات برو إكس. أي عمل في صناعة السينما سواء إعلانات أو أفلام أو مسلسلات عربي أو أجنبي، لأن ال3 برامج دول أقوى من بعض وكل واحد فيهم بيتميز بميزة عن التاني. يعني لو بدأنا ببرنامج أدوبي بريمير برو فهو من انتاج شركة ادوبي وبيتميز بالكونكشن اللي بينه وبين باقي البرامج من نفس الشركة زي افتر افكت وزي فوتوشوب لايت روم وباقي البرامج. وفي ملحوظة عايزين نقولها، في ناس كتير بتخلط ما بين بريمير برو وافتر افكت، الاتنين برنامجين مختلفين تماما، كل واحد ليه شغلانة بيعملها. ادوبي بريمير برو ده برنامج مونتاج، لكن ادوبي افتر افكت ده برنامج لصناعة الإفكتس اللي تقدر تضيفها على الفيديو أو على المحتوى اللي انت بتصممه على بريمير برو. فالفرق بينهم كبير، كل واحد فيهم في اتجاه بس الاتنين بيكملوا بعض. حبينا نوضح النقطة دي علشان في ناس كتير فهم الموضوع غلط. نيجي لبرنامج دافنشي ريسولف. دافنشي ريسولف هو من أقوى برامج المونتاج زي ما قلنا، وبيتميز بأدائه في التصحيح الألوان، في اللعب في الألوان. ولما ندخل مع بعض ونشوف الويب سايت بتاعه وسعره كام وإيه اللي انت تقدر تعمله علشان تاخده فري. ونيجي للبرنامج اللي بعدهم وهو Final Cut Pro X. البرنامج ده من إنتاج شركة أبل وبيشتغل على أجهزة أبل بس، والبرنامج ده بيتميز بسهولته وبسهولة الوصول لأي أداة أنت عايزها أو عايز تشتغل عليها. برنامج رائع، أكتر من رائع وجميل جدا. وبعدين نيجي ل3 برامج اللي بعديهم وهم سوني فيجاس، فيلمورا، كامتازيا ستوديو. ال3 دول 3 برامج كويسين بس هم مش بنفس قوة وأداء ال3 برامج اللي ذكرناهم قبل كده. برامج المونتاج برامج مهمة وليها استخدامات كتير داخلة في صناعة السينما، لو أنت عندك قناة على اليوتيوب او لو حابب انك تصور فيديو عائلي مع اسرتك، او لو بتسافر مع اصحابك وحابب تتصوروا فيديو مع بعض وتنزله على السوشيال ميديا ويكون شكله لطيف وتزود عليه شوية افكتس. كل دي حاجات بتثقل المحتوى اللي انت بتقدمه. تعالوا نلقي نظرة سريعة على البرامج ونشوف كل برنامج ونشوف ايه الامكانيات اللي بيحتاجها الجهاز لكل برنامج علشان يشتغل كويس. تعالوا نشوف. احنا دلوقتي هندخل على الموقع الرسمي للبرامج ونشوف المواقع بتعرض ايه وايه اسعار البرامج وايه الامكانيات اللي بيحتاجها كل برنامج علشان يشتغل كويس. نبدأ باول برنامج وهو ادوبي بريمير برو. دي الصفحة الرسمية لبرنامج ادوبي بريمير برو، وهنا بيعرضوا كل شيء عن البرنامج وامكانيات التشغيل والإمكانيات بتاعت البرنامج واصلة لحد فين وكل شيء عنه والبرامج اللي من عندهم اللي مرتبطة بيه. نتعرف هنا على سعر البرنامج. سعر البرنامج بيختلف، ليه أسعار كتير. أسعار للأفراد بيكون $21، للشركات لو هو لوحده $34، لو معاه تطبيقات تانية أو كل التطبيقات زي ما هما كاتبين، لو انت هتاخد باكج كله على بعضه كل التطبيقات بيكون سعره $80. عندنا اوبشن تاني للطلاب والمعلمين $20 في الشهر، للجامعات والمدارس لو التطبيق لوحده $15، لو كل التطبيقات $35. الفرق اللي بين ادوبي وشركات تانية ان هي بتأجر لك البرنامج بسعر شهري، انت ما بتشتريهوش مدى الحياة، انت طول ما انت شغال على البرنامج بتدفع مبلغ شهري. فانت بتدخل على الويب سايت بتاعهم وبتشوف ايه الباكج المناسب ليك وتقدر تشتغل عليه. نيجي لمتطلبات التشغيل اللي لازم تكون في جهازك علشان تقدر تشتغل على البرنامج ده بصورة كويسة. هنا بيقول لك البروسيسور مينيمم
يكون انتل الجيل السادس او AMD. recommended يعني الشيء المفضل او يستحسن يكون، فهو هنا بيقول لك يستحسن يكون الجيل السابع من انتل او AMD. وبالنسبة للأوبريتنج سيستم هو بيشتغل على ويندوز 10، الرامات مينيمم 8 جيجا، ويستحسن تكون 16 جيجا لو انت هتشتغل على شغل HD، او 32 جيجا لو انت هتشتغل على 4K او اعلى من كده. الجي بي يو الفي رام لكارت الشاشة مينيمم 2 جيجا ويستحسن تكون 4 جيجا. هنا طبعا بيقول لك المساحة يستحسن تكون في مساحة فاضية على الهارد ما تقلش عن 8 جيجا. ده بالنسبة للويندوز. لو دخلنا على ماك او اس نفس البروسيسورز، بس ممكن يكون في اختلاف ان الجيل السادس في المينيموم وريكومنتد. الاوبريتنج سيستم طبعا زي ما قلنا في الاول هنا ماك او اس، وبيشتغل على الاثنين ماك او اس وويندوز 10. الرامات نفس الموضوع مينيمم 8 جيجا ويستحسن يكون 16 جيجا للاتش دي، 32 جيجا للفور كي او الاعلى من كده. نفس الموضوع الفي رام بتكون 2 جيجا وريكومنتد او يستحسن تكون 4 جيجا، ونفس المساحة اللي مطلوبة من الهارد مينيمم 8 جيجا. ندخل على البرنامج اللي بعده هو دافنجي ريسولف 16. دافنجي ريسولف 16 زي ما قلنا برضو هو من اقوى البرامج للمونتاج. وهنا دي الصفحة الرسمية بتاعت البرنامج، وبيستعرضولنا فيه ايه امكانيات البرنامج وايه البرنامج اللي يقدر يقدمه زي كل البرامج، شأنه شأن كل البرامج لما بتدخل على الصفحة الرسمية الشركة او الموقع بيشرح لك كل شيء عنه. بس هنا في ميزة في دافنجي ريسولف. دافنجي ريسولف بيقدم لك 2 فيرجنز، اصدار مجاني دافنجي ريسولف 16 ده مجاني، ودافنجي ريسولف ستوديو 16. البرنامج بيكون سعره $300 لو انت بتشتريه، بس لو انت اشتريت اي كاميرا من كاميرات بلاك ماجيك فانت بتاخد البرنامج فري مع اي كاميرا انت بتشتريها من عندهم. ولو جينا هنا لخصائص التشغيل بتكون مختلفة شوية. هنا بيقول لك ان البروسيسور يكون انتل كور i7 او AMD رايزن 7، ده المينيمم. ريكومنتد انتل كور i9 او AMD رايزن 9. الرامات مينيمم 16 جيجا يستحسن تكون 32 جيجا. الفي رام مينيمم 4 جيجا يستحسن تكون 8 جيجا. وهنا الميديا ستورج بتكون SSD هارد او كروت ميموري. ده بالنسبة للامكانيات اللي بيحتاجها دافنجي ريسولف. نيجي للبرنامج اللي بعده وهو فاينل كات برو اكس. زي ما قلنا فاينل كات برو اكس من انتاج شركة ابل، وهو حصري على اجهزة ابل فقط، ما بيشتغلش على ويندوز. يعني اي حد عنده ويندوز البرنامج ده مش هيشتغل عنده. وهنا برضو بنستعرض مع بعض الصفحة الرسمية للبرنامج. زي ما قلنا اغلب البرامج بيكون ليها نسخة تجريبية، بتشوف البرنامج عجبك حابب تشتريه بتشتريه. الميزة من ضمن المميزات في البرنامج ده ان هو بيدي لك 90 يوم نسخة تجريبية، يعني تقدر تنزل البرنامج كامل لمدة 90 يوم تشتغل عليه. بعد 90 يوم تقرر ان كان البرنامج عجبك هتشتريه، او ما عجبكش فانت هتشوف برنامج تاني غيره. ولو دخلنا على الشراء بنلاقي سعره $300. ده طبعا بيكون مبلغ انت بتدفعه لمرة واحدة وتمتلك البرنامج، مش زي بريمير برو ان هو بتدفع له ايجار شهري. لا، فاينل كات دافنجي ريسولف لما بتشتريهم كل واحد فيهم قيمته $300. نيجي لخصائص التشغيل. طبعا الاوبريتنج سيستم اللي بيشتغل عليه ماك او اس، مينيمم الرامات اللي تشتغل عليه 4 جيجا، ريكومنتد 8 جيجا لشغل الفور كي او الثري دي او ال 360. الفي رام 1 جيجا بايت، ده لشغل الفور كي والثري دي والثري 60 فيديوز. ويكون عندك مساحة فاضية على جهازك تكون 3 جيجا و 800 ميجا. ممكن لو احنا لاحظنا هنلاقي ان فاينل كات برو بيحتاج
إمكانيات أقل من باقي البرامج، لأن زي ما قلنا هو البرنامج من إنتاج شركة أبل وبيشتغل على أجهزة أبل، فالتوليفة اللي بين السوفت وير والهارد وير بتدعمه كويس جدا وبتسمح له إن هو يشتغل على أجهزة أبل بأقل الإمكانيات. وبكده نبقى خلصنا فئة البرامج البروفيشنال، نيجي للفئة اللي أقل منهم شوية ونبدأ ببرنامج سوني فيجاس. سوني فيجاس ليه أكتر من إصدار، فيجاس بوست، فيجاس برو، فيجاس موفي ستوديو، كل إصدار وليه سعره وليه الباكج بتاعه، وأنا هسيب لكم لينكات المواقع دي كلها علشان أنتوا تدخلوا على المواقع دي وتتعمقوا فيهم اكتر وتكتشفوهم بنفسكم الامكانيات اللي بيحتاجها. نيجي للبروسيسور، يكون من الجيل السادس انتل كور i5 او AMD او 2.5 جيجا هرتز 4 كور مينيمم، وعلشان تشتغل الشغل ال 4K يكون من الجيل السابع انتل كور i7 او AMD، والاحسن بيكون 3 جيجا هرتز 8 كور مينيمم. الرامات بيحتاج اقل رامات يحتاجها 8 جيجا، ويفضل تكون 16 جيجا و32 جيجا لل 4K، ومساحه تكون عندك فاضيه على الهارد جيجا ونص علشان تقدر تشتغل عليه وتسطبه على جهازك. نيجي للبرنامج اللي بعده وهو فيلمورا. فيلمورا ليه اكتر من خطه شراء، يا اما انت بتاخد الباكج اللي هو اللايف تايم ب $70 او باكج سنوي ب $40 او بتاخد باندل على بعضه او بتاخد باكج اعلى سنوي ب $100. وهو هنا في بعض الخصائص، وهنا في بعض الخصائص بتكون ازيد من، ولو بصينا على الحزمة دي والحزمة دي هنلاقي ان انت عندك خصائص اكتر من الحزمة اللي ب$40. لو انت محتاج التو اوبشنز دول، الانليمتد داونلود او الافكتس اللي بتنزل لك كل شهر، تقدر تاخد الباقة دي. لو انت مش محتاجهم بترجع للباقة دي. نيجي للامكانيات اللي بيحتاجها البرنامج علشان يشتغل على الجهاز. هنا بيقول لك يشتغل على ويندوز 7، ويندوز 8، ويندوز 10، طبعا 64 بت. البروسيسور انتل i3 او الاحسن مالتي كورز بروسيسور 2 جيجا هرتز او اعلى، ده كان المينيمم، ويفضل يكون الجيل السادس او الاحدث منه علشان تقدر تشتغل على شغل ال HD وال 4K. للجرافيكس بيكون انتل HD جرافيكس 5000 او اللي بعده، او نيفيديا جي فورس GTX 700 او الاحدث، او AMD راديون R5 او الاحدث، وبيحتاج في رام 2 جيجا بايت. وبالنسبه لشغل ال HD وال 4K بيحتاج 4 جيجا بايت، والمساحه اللي بيحتاجها على الهارد عندك بتكون تقريبا 10 جيجا بايت علشان تقدر تشتغل عليه كويس. نيجي للبرنامج اللي بعده وهو كامتازيا ستوديو. برنامج كويس ولطيف وفيه امكانيات يعني لا بأس بها، وطبعا هنا دي صفحة البرنامج وبيكون فيه نسخة تجريبية، تقدر برضو تجرب البرنامج الاول سواء للويندوز او للماك، لو عجبك وتبدأ انك تشتريه ب $250. نيجي للامكانيات اللي البرنامج بيحتاجها علشان يشتغل على الجهاز بصورة كويسة. طبعا الويندوز ويندوز 10 في ريكومنتد والمينيمم، البروسيسور مينيمم 2.8 الجيل السادس من انتل كور i3، هنا يستحسن يكون 3.5 جيجا هرتز الجيل الثامن من انتل كور i5. الرامات بتكون 8 جيجا مينيمم، يستحسن تكون 16 جيجا او اعلى. كارت الشاشة نيفيديا جي فورس الجيل العاشر او اعلى. المساحة الفاضية في الهارد المطلوبة بتكون 4 جيجا بايت. نيجي للمواصفات اللي بيطلبها البرنامج على الماك او اس، تقريبا بتكون نفس المواصفات، مينيمم i5 ريكومنتد برضو i5. الرامات اقل حاجة تكون 4 جيجا، يستحسن تكون 16 جيجا، يعني هنا في اختلاف شوية عن الويندوز بيحتاج 8 جيجا، هنا الماك او اس يحتاج 4 جيجا. المساحة الفاضية اللي تكون متاحة على الجهاز تكون 4 جيجا بايت. وبكده نبقى جاوبنا على اول سؤال وهو ايه برامج المونتاج المتاحة. على 3 برامج بروفيشنال و3 برامج اقل منهم شوية. نيجي للسؤال التاني وهو ايه البرنامج اللي انا بشتغل عليه او بفضله. انا بشتغل على برنامج Final Cut Pro X، اولا لان عندي ماك، ثانيا لان البرنامج انا جربت
برامج كتير. انا عندي التلات برامج على الجهاز، عندي بريمير برو وعندي فاينل كات برو اكس وعندي دافنجي ريسول، بس ده اكتر برنامج انا بشتغل عليه وبرتاح للشغل عليه. نيجي للسؤال اللي بعده وهو ايه مواصفات الجهاز اللي انت بتشتغل عليه. الجهاز اللي انا بشتغل عليه هو ماك من شركة ابل بنظام تشغيل ماك او اس. الشاشة بتاعته بدقة 5K 27 انش، البروسيسور 3.6 8 كورز انتل كور i9، الرامات بتكون 40 جيجا بايت دي دي رام 4، الجرافيك كارد ريديون برو فيجا 48، الفي رام 8 جيجا بايت. وبكده نبقى جاوبنا على الأسئلة اللي اتسألناها في الحلقة دي. نتمنى تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة، نكون أفدناكم بشيء جديد، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.